هو حط عينه علي يعني من الدراسه بتاعتي بقى. انا عملت كنت بقى كل اسبوع بنعمل مشروع. انا حاسس ان هو بيشوف انا بعمل ايه وبشتغل ازاي وبتحرك ازاي وبكتب ايه. عبد الناصر كان يعلم وكان لا يعلم. حب حقيقي مش كلام ولا تمثيل، حاجة من جوه القلب عن قناعة ما زالت وستستمر. وأنا يعني ما أكتب عن شيء ولا أتكلم عن شيء إلا عن جمال عبد الناصر، ليس لي أي حد آخر ولا أي شيء آخر غير حاجة اسمها جمال عبد الناصر حسين سلطان مثلي الأعلى.